أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط خلالها الضوء على تأخر عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة لممارسة مهامها من الداخل بعد مضي أشهر على مغادرتها البلاد. تشكل قضية عودة الحكومة الشرعية ورئيس الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن تحدياً وجودياً يتعلق بمستقبل الشرعية وقدرتها على إرسال تطمينات لليمنيين ودعوتهم للالتفاف حولها لإنجاز مشروع الدولة اليمنية. أكثر من عام مضى على تحرير مدينة عدن والمناطق المحيطة بها، وعشرات الوعود والمواعيد التي أطلقتها الحكومة لعودتها بشكل كامل، غير أن تلك الوعود تتبخر في الهواء مع كل حادثة أمنية تشهدها المدينة. عشرات الأسئلة تثار حول تلك القضية، ولا أحد يملك إجابات مقنعة تتعلق بتاريخ العودة، ولا يجد الناس مبررات مقنعة أيضا لتفضيل الحكومة بقائها خارج البلاد. التحالف الذي تتكئ عليه الحكومة اليمنية ورئاسة الدولة معني بشكل مباشر بالعمل على الإسهام في توفير البيئة المناسبة أمنيا وعسكريا وسياسيا، باعتبار أن عودة الحكومة وممارسة مهامها من داخل البلاد يعد تتويجا للجهود العسكرية وبداية الطريق نحو استعادة البلاد من سيطرة الميليشيا. أسباب عدم عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة وأثر ذلك على أداء مهامها وموقف التحالف من بقاء الحكومة خارج البلاد هو موضوعنا اليوم في زوايا الحدث. وقبل أن نبدأ نذهب لمتابعة هذا التقرير. لماذا لا تعود الحكومة إلى عدن؟ سؤال يتكرر كل يوم على ألسنة اليمنيين المتعطشين لحضور الدولة في مدنهم ومناطقهم، فيما تظل الإجابة رهن الحكومة نفسها وقيد التأكد من رغبتها في العودة بعد أشهر من مغادرتها قسرا إلى الرياض، مقرها المؤقت منذ الانقلاب واجتياح عدن في مارس من العام الماضي. تطول فترة المنفى فتطول معها عقدة الداخل، وتتكسر الأرضية شيئا فشيئا حين لا تجد من يقف عليها. صرحت الحكومة أكثر من مرة أنها بدعم ومساندة قوات التحالف تمكنت من استعادة 80% من مساحة اليمن، لكنها لم تعد إلى هذه المساحة ليس لأنها غير قادرة على تأمينها وحسب، لكنها غير واثقة بقدرتها على الاحتفاظ بها. ينتظم جدول عمل الحكومة خارج البلد فيما يحكم الحوثيون وقوات المخلوع الخناق على الداخل، ويتجولون بمعسكراتهم وألياتهم على خارطة المناطق والمحافظات. أما المدن المحررة فسجينة التوجس والخوف من الانتظار الطويل. فبعد تحرير عدن خرجت القشور القديمة وبدأت الهويات الصغيرة بالظهور، فيما لم تجد الدولة طريقها إلى الحضور واحتواء كل هذه المخرجات. بقيت عدن غير آمنة رغم الجهود الأمنية، ووجد الإرهاب مساحات فارغة لتحركاته فيها، بينما السلطات المحلية والأمنية ما زالت تحاول استعادة المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تعرضت للتدمير من الداخل. لا يمكن إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية فيما النخبة الحاكمة تمارس مهامها في بلد آخر وليس لديها من الحماس والفاعلية ما يجعلها قادرة على إدارة معركة استعادة الدولة. يدرك الرئيس والحكومة أن بقاء الساحة فارغة منهم يفتح الشهية أمام مشاريع مشبوهة لتفرض نفسها واقعا جديدا قد يتسبب في اندلاع صراعات لاحقة. استمرار الغياب عن الأرض فتح المجال أمام عدد من الأطراف الدولية الراعية لمشاورات السلام للحديث ولو تلميحا عن تشكيل سلطة بديلة، وهو ما قد يضطر العالم لفرضها في حال بقيت الحكومة في منفاها وبقي الداخل مضطربا غير آمن. التحالف الذي تتكئ الحكومة عليه ليس عاجزا إذا أراد أن يؤمن عودة الحكومة ومساعدتها في إحكام القبضة الأمنية في العاصمة المؤقتة، لكن عدم قيامه بذلك يضع الكثير من علامات الاستفهام حول ماذا يريد التحالف فعله في اليمن وما هي تصوراته للمرحلة المقبلة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ الحلقة ومعنا وزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العوالقي. مساء الخير دكتورة نهال. أهلا، مساء النور. أهلا بك دكتورة. عودوا تعود الدولة، هكذا يقول الناس في الداخل، كيف تردون؟ نعم، نقول نحن عدنا وسوف نعود. نعم. ولولا الاختلالات الأمنية لكانت اليوم الحكومة الأمنية الحكومة الجمهورية اليمنية بالكامل موجودة في أرض الجمهورية اليمنية. نعم. ولكن كما يعلم الجميع أن عدن
شهدت خلال الفترة القليلة الماضية اختلالات أمنية كبيرة تمثلت في اغتيالات عدد من قيادات السلطة المحلية محافظ عدن السابق والقيادات العسكرية وعدد من القضاة، وحتى يعني هناك محاولة اغتيال أيضا حصلت للمحافظ محافظة عدن الحالي والمدير الأمن. وهذه الاختلالات الأمنية وأيضا تمثلت بعمليات يعني تفجير سيارات مفخخة وعمليات إرهابية عديدة. طبعا نعم. هذه هي الأسباب التي حالت دون استقرار الحكومة اليمنية. وهناك نعم. تجربة كما يعلم الجميع أن الحكومة قد ذهبت واستقرت في فندق القصر وحدث الحادث الأليم لها، وكان يعني إنذار بأن الوضع الأمني غير جاهز. نعم، إذا دكتورة هل يعقل أن الحكومة وبعد مرور أكثر من سنة غير قادرة على تأمين محافظة واحدة وهي عدن لتعود إليها وممارسة مهامها من داخل هذه المدينة؟ طبعا أنتم تعلمون أن المرحلة الثالثة من الخطة الأمنية قد انطلقت وحقق يعني تحققت الكثير من النتائج الإيجابية. هناك في هذه الفترة يعني استقرار يعني أو شبه استقرار كامل في مدينة عدن، وهذا سيساعدنا إن شاء الله على العودة قريبا، والحكومة اليمنية ستعود قريبا بإذن الله إلى عدن. إذن دكتورة نهال، الحكومة صرحت أكثر من مرة أنها حررت 80% من مساحة البلاد بدعم ومساندة قوات التحالف، لماذا لا تعود هذه الحكومة إلى منطقة آمنة من هذه المساحة، من إجمالي هذه المساحة المحررة؟ مثلا إن كانت عدن غير آمنة فهنالك مأرب، هنالك حضرموت. شوف، التحرير العسكري ليس هو لا يعني الأمن. نعم، قد فعلا تتحرر مناطق عسكريا يعني وتندحر القوات الغاصبة قوات الانقلاب، ولكن هذا لا يعني أن هذه المناطق قد استتب فيها الأمن وعادت الحياة فيها إلى طبيعتها وحصل هناك تطبيع كامل للحياة في تلك المناطق. فالتطبيع الحياة يحتاج إلى وقت وإلى خطط يعني أمنية واقتصادية وإنعاش للخدمات الكهرباء والخدمات الإدارية وغير ذلك، وهذا أمر بطبيعته يتطلب وقت. يعني عندما نقول نحن أن 70% أو 80% من اليمن محررة، لا يعني أن كل هذه المناطق هي صالحة لأن تنتقل فيها الحكومة. نعم. لأن الحكومة كما تعلمون هي رمز الشرعية، يعني الرئاسة والحكومة هي رمز للشرعية. إذن دكتورة تتحدثي عن تطبيع الحياة، مسؤولية من تطبيع الحياة؟ أليست هي مسؤولية الحكومة؟ بالتأكيد، والحكومة يعني لم تتخلى عن مسؤوليتها. نعم. هي الجاري العمل في هذه الملفات. أنا قلت لك قبل قليل أنه نعم. عدن الآن تشهد تحسن كبير في الوضع الأمني، وهذه يعني بعد دخولها في المرحلة الأخيرة من الخطة الأمنية، وهناك أيضا عودة للحياة بشكل تدريجي في عدن وفي عدد من المحافظات. هناك تطهير لعدد من المحافظات الجنوبية من القاعدة، وهذه إنجازات يعني كبيرة. وطبعا الخطر لا يزال قائم، والانقلاب لا يزال قائم، والميليشيا يعني تعزز في مختلف الجبهات وتمتلك لا زالت إلى اليوم السلاح الثقيل الذي يهدد حتى المناطق المحررة. لديها المدفعيات ولديها الصواريخ البالستية، وطبعا الأمر يحتاج إلى وقت. نحن نقول أن والحكومة متواجدة ببعض أعضائها أيضا، لا تنسون أنه يعني هناك عدد من الوزراء يذهبون إلى عدن وغيرها وإلى مأرب وعدد من المحافظات ويعودون، ولكن الاستقرار الكامل والعمل يعني بشكل طبيعي وبحسب يعني آليات العمل بشكل طبيعي لدى الحكومة في محافظة من المحافظات، هذا إلى الآن لم يتهيأ بعد إلى هذه اللحظة. ولكن أنا أقول بأن هناك عودة قريبة جدا، لا أريد أن يعني أعلن عن ذلك في الأصح، لكن هناك عودة قريبة جدا للحكومة اليمنية إن شاء الله إلى عدن أو أحد المحافظات المحررة. نعم دكتورة، هل تدرك الحكومة والرئيس أن بقاهم خارج البلاد قد يضطر الأطراف الدولية لفرض تشكيل سلطة بديلة، وهو ما يريده تحالف ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ طبعا هذا نحن نعتبر أن هذا أمر مستبعد، لأن المجتمع الدولي، المجتمع الإقليمي والدولي يعني كان ولا يزال يدعم الشرعية
في اليمن، وحتى المفاوضات اليوم التي تجري في الكويت إنما تجري في إطار الأسس والمرجعيات المتفق عليها، وهي قرارات مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وخرجة الحوار، وهي كلها يعني تحافظ على الشرعية وتعترف بالشرعية. وحتى أي اتفاق سوف يتم التوصل إليه في الكويت لن يكون إلا في إطار هذه المرجعيات وفي إطار الشرعية الدستورية والشرعية الدولية. نعم، لذلك هذا أمر أنا أعتبر أنه يعني مستبعد، ليس صحيح يعني. نعم، إذن دكتورة، موضوع العودة هل هو مطروح على طاولة الحكومة مع في لقاءاتها مع تحالف والأطراف الدولية لتساندها في تأمين ولو حتى 10% من المناطق المحررة حتى تتمكن من العودة؟ بالتأكيد هذا يعني المطلب مطروح، بل وتسعى الحكومة، يعني الحكومة في الرياض تسعى إلى هذا بشتى الوسائل. هناك يعني متطلبات من أجل العودة كما قلت، متطلبات أمنية، متطلبات مالية، متطلبات يعني لوجستية، فعودة الحكومة يجب أن تسبقه خطوات للتهيئة، والحكومة الآن تقوم بهذه الخطوات، وأنا أقول قريبا جدا ستعود الحكومة إلى اليمن إن شاء الله. نعم، إذا ما رأيك بحول من يقول أن التحالف لم يتخذ أو لم يضع تصور للمرحلة المقبلة وأنه منتظر لنتائج مشاورات الكويت حتى يبت في هذا الموضوع حتى يساند الحكومة بعودتها لداخل البلاد؟ لا، أنا لا أعتقد، يعني لا يوجد هناك رابط بين هذا وذاك، فالحكومة الشرعية ليست على طاولة المفاوضات وليست هي ورقة للمفاوضات أو للمساومة. نعم. فالشرعية محسومة يعني، ودعمها الدعم الإقليمي والدولي لها أمر مفروغ منه يعني، ولا نعم. ولا تنتظر لا دول الخليج ولا غيرها يعني حادث ما كي تعزز من دعمها لهذه الحكومة الشرعية، فهي كانت داعمة ولا زالت وستظل، لأن الحكومة الشرعية هي التي تمثل الدولة، هي المظلة للجميع، وإن كان هناك أي اتفاق بين بين الحكومة والمسلمين إنما سيكون بناء على هذه أو في إطار هذه الشرعية وليس خارج عنها. نعم، إذا سؤال أخير دكتورة حول العودة، أيهما أقرب إلى عدن أم إلى صنعاء بناء على مخرجات مؤتمر الكويت؟ بصراحة هنا لا يوجد أي مخرجات يعني إلى الآن في مشاورات الكويت، ونحن التوقعات يعني توقعات هذه المخرجات ستجعل الحكومة تعود إلى عدن أم إلى صنعاء، أيهما أقرب؟ نحن نأمل أن نعود إلى صنعاء في أقرب وقت، ولكن إلى الآن عدن هي الأقرب لنا. نعم، إذن دكتورة نهال العولقي وزيرة الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى ضيفنا الدكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي اليمني، مرحبا بك دكتور عمر. أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. أهلا بك دكتور، ما هي المبررات التي تحول دون عودة الحكومة لمزاولة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن أو من أي محافظة أخرى محررة؟ أنا في تقديري الشخصي ليست هنالك مبررات بل تعللات، وتعللات غير مقبولة بالمعنى السياسي وبالمعنى الميداني للكلمة. من الضرورة بمكان أن تعود الشرعية إلى عدن بالدرجة الأولى وإلى المناطق المحررة بالمعنى الواسع للكلمة حتى تتشرع وحتى لا تفقد الشرعية. باختصار شديد هذا هو رأيي، ليس هنالك أدنى مبرر لعدم التواجد في الداخل من قبل المؤسسة الرئاسية والمؤسسة الحكومية وكامل القيادات التي تتواجد الآن في أكثر من مكان في العالم. نعم، لو كنت استمعت لكلام الدكتورة تحدثت حول التحدي الأمني والعمليات الإرهابية التي تحدث خاصة الآن في عدن هي العامل الرئيسي لعدم عودتهم، هل هو سبب مقنع برأيك؟ ليس مقنعا، الوضع الأمني في اليمن ككل وضع غير طبيعي بطبيعة الحال، لا في عدن ولا في صنعاء ولا في كل المدن. نعم. وتبعا لذلك هذه المسألة هي جزء من التحدي القائم
أنا أعتقد أنه من الضرورة بمكان أن يتم التفكير بجدية بالغة فيما يتعلق بأهمية التواجد على الأرض، لأن غياب الشرعية على الأرض وغياب القيادات أيا كانت هذه القيادات تعني تماما أن قيادات بديلة ستنشأ على الأرض، وهذه القيادات البديلة قد تكون حكيمة وقد تكون مجرد أمراء حرب اعتياديين. ولهذا السبب عدم التواجد والتموضع في الداخل من قبل فرقاء الشرعية ومن يخالفونها يعني تماما أن اليمن ستدخل في متوالية جديدة من العطافات التراجيدية التي لا نتمناها بحال من الأحوال. إذن هل هذا جزء من ضريبة بقاء الحكومة خارج البلاد؟ ما هي ضريبة بقائها خارج البلاد وأثر ذلك على تفاقم الوضع في الداخل وتفاقم الأزمة اليمنية عامة؟ بقاء المؤسسة الرئاسية المسيجة بالشرعية العربية والدولية والمحلية وبقاء الحكومة خارج الداخل يعني تماما التخلي عن الشرعية، التخلي الحر عن الشرعية، هذا هو رأيي باختصار. إذن كيف يمكن إقناع الحكومة وخاصة هادي بالعودة؟ عليهم أن يفهموا أن هذا هو الطريق الصحيح والسليم لإدارة العملية السياسية ولمواجهة التحديات، ومع ذلك هو نوع من الإخفاق، بل هو الإخفاق بعينه. عليهم أن يفهموا ذلك، وهنالك كثير من الأصوات تطالب بهذه المسألة الآن في الخارج وفي الداخل أيضا. نعم. وأنا أعتقد أن القوى المقاومة والقابضة على جمرة الحقيقة في الداخل اليمني هذه القوى ستبادر بصفة مؤكدة إذا استمرت المسائل على هذا المنوال، ستبادر بأن تكون هي الشرعية البديلة بالمعنى الكفاحي بالمعنى الثوري بأي معنى من المعاني. هل استمرار بقاء الحكومة خارج البلاد يصب بصالح الحوثيين والمخلوع وكيف ذلك؟ بطبيعة الحال وهم يتباهون بذلك، هم يتباهون ويتحدثون عن الفارين والهاربين، وهذا أمر مشين إلى أبعد الحدود. بمعنى آخر هم يتباهون لأنهم محاصرين في الداخل من جهة، لكنهم يتباهون ببقائهم في الداخل ويقولون أن هؤلاء الهاربين عليهم أن يرجعوا إلى عدن أو إلى حضرموت أو إلى المناطق التي يقولون عنها أنها محررة. لما يقبعون في الخارج. والسؤال الأكثر حدة وأهمية وحزنا هو أن هنالك قيادات فاعلة على الأرض ميدانية في مختلف المناطق المحررة. صحيح. إذن دكتور عمر تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الكاتب السعودي سليمان العقيلي. مرحبا بك دكتور سليمان. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ سليمان. يجمع قطاع واسع من الناس على أن نجاح تجربة التحالف يعتمد أو مرهون أو يقاس بعودة الدولة والحكومة إلى المحافظات المحررة وممارسة مهامها من هذه المناطق. لماذا يصر التحالف على القول أنه نجح في تجربته حتى الآن دون عودة الحكومة للداخل؟ نعم، في الواقع أن التحالف العربي يوازن الأمور ويحاول تدوير الزوايا بما ينعكس على الانسجام اليمني اليمني والانسجام العربي اليمني، وهو في الواقع يتفادى أي ضغط على الحكومة اليمنية لأنه في الواقع يرنو إلى حكومة قوية ومستقلة وتحظى بشعبية الشعب اليمني وبدعمه. ولذلك فأنا أعتقد أن التحالف العربي يعني يمارس أقل قدر من الضغط على الحكومة على الحكم والحكومة. إذن يعني أستاذ سليمان أنت تقول أن التحالف ينأى بالضغط على الحكومة، هل نفهم من هذا أن الحكومة هي الرافضة للعودة وأن التحالف يشجعها على ذلك؟ نعم، أعتقد أنه عدم العودة إلى اليمن قرار يمني خالص تماما. وأنا في تقديري أنه الوضع المهزوز أمنيا في عدن يعني وغير المستقر هو الذي أخر عودة الحكومة اليمنية لعدن. وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار النزعة الانفصالية المتنامية في المناطق الجنوبية والتي يقودها الرئيس السابق اليمن الجنوبي نائب الرئيس السابق علي سالم البيض. نعم.
إذن أستاذ سليمان، إذن لماذا لا يقوم التحالف بتأمين المناطق حتى تعود الحكومة، ولماذا لا يقوم بمعالجة هذه الاختلالات كما تحدثت، النزعة الانفصالية الموجودة في الجنوب وهو من يمسك الأمر الآن في الجنوب وخاصة في عدن؟ هو في الواقع أنه التحالف وحسب ما أعرف وأفهم أنه يعني لا يؤيد الانفصاليين، ووجه لهم رسائل ضمنية وتحذيرية من أي تصرف يمس الوحدة اليمنية ويمس يعني استقرار الحكومة ووحدتها وقدرتها على بسط سيطرتها. ولكن لا يخفى على الجميع أن الوضع الأمني في عدن والمهدد من ليس الانفصاليين وحدهم، والمهدد من القاعدة ومن داعش. يعني لا شك أنه ما زال في طور الاستقرار ولم يصل إلى درجة الاستقرار. وأنا في تقديري لو اتخذت الحكومة قرار بمقر بديل مثلا في مأرب، بحكم مأرب أقرب إلى صنعاء أولا، وبحكم استقرار الوضع في مأرب وخاصة مأرب أيضا يعني محافظة محررة ومحافظة مستقرة وأكثر تخففا من النزعة الانفصالية التي تحدثت عنها. دكتور سليمان، اسمح لي لأن أنقل هذه النقطة للدكتور عمر. دكتور عمر، لعلك استمعت لحديث الأستاذ سليمان حول النزعة الانفصالية التي يعتبرها الآن من عوامل عدم عودة الحكومة إلى عدن، ما تعليقك؟ مما لا جدال فيه أن عودة الحكومة والمؤسسة الرئاسية إلى عدن ستواجه كثير من الاستحقاقات والكثير من الإكراهات، هذا أمر مؤكد لا مفر منه، لكنه الواجب ولكنها المسؤولية. وتبعا لذلك هنالك جماعات تدعو إلى الانفصال بطبيعة الحال، وهنالك أيضا جماعات أو جيوب تنتمي للنظام السابق، وهنالك أيضا جماعات متطرفة استهامية، وهذه كلها تدخل في باب التحديات التي على الشرعية وعلى المؤسسة الرئاسية والحكومية أن تواجهها من خلال القبض على جمرة الحقيقة وليس من خلال البقاء في الخارج. الأمر بسيط وواضح المعالم إلى أبعد الحدود. وأنا أتفق مع ما ذهب إليه المتحدث الكريم فيما يتعلق بالبدائل الأخرى خارج عدن. نحن نتحدث أيضا عن حضرموت وعن المهرة وعن مأرب وعن لحج، أماكن كثيرة متاحة لتموضع الحكومة أو لتموضع الحكومة بأشكال مختلفة حتى وإن انتشروا في تلك المناطق. لما لا؟ لما لا يكون هناك جماعة في عدن وآخرين في حضرموت وهكذا دواليك؟ أما البقاء خارج البلد فإنه يعني تماما الانكشاف المعنوي والانكشاف السياسي والانكشاف الأخلاقي حتى عند المواطنين الذين هم مع الشرعية والذين هم مع رفض النظام السابق منذ 2011 وإلى يومنا هذا. علينا ألا نخيب آمال الجماهير وألا نضع الجماهير في واقع التخلي الحر عن الواجبات من قبل الذين يتحملون المسؤولية، وإلا فإنه من الشجاعة بمكان أن يتخلوا عن هذه المسؤولية وأن يقدموا استقالتهم إن كانوا يشعرون بأنهم لا يستطيعون مواجهة تبعات هذه الاستحقاقات الموضوعية والواجب والضرورية في نفس الوقت. نعم، إذن دكتور عمر، ما رأيك بمن يقول، هنالك من يقول أن القيادة المحلية في عدن تشهد انقسام كبير فيما بينها وأغلبها يدين بالولاء لدولة الإمارات وأن دولة الإمارات لديها رؤية تعارض عودة الحكومة إلى عدن في هذه الفترة؟ هذا كلام في الجوهر لا معنى له. الحقيقة أن هنالك تحالف عربي لقيادة المملكة العربية السعودية، الإمارات جزء من هذا التحالف العربي، فاعلة بطريقة استثنائية في المستويين العسكري والميداني وأيضا في مستوى الدعم. قدمت الإمارات تجربة استثنائية في عدن، وها هي تواصل هذه التجربة في حضرموت، بمعنى آخر أنها تمارس إعادة الأمل بطريقة واقعية وفعلية وعلى الأرض. أما ما عدا ذلك فهو كلام وسائط اجتماعية وتسريبات لا تصب في مجرى الحقيقة التي تؤكد أن التحالف العربي متماسك وواحد، وهو تحالف عربي ليس فقط في مستوى الدول المنخرطة في عاصفة الحزم ولكن بالمعنى الواسع كما رأينا في بيان وزراء الخارجية العرب بالأمس، وأيضا هو امتداد لتحالف دولي كما نرى في المواقفين الروسي والأمريكي والأوروبي إجمالا.
نعم. بمعنى آخر أن هنالك إجماع على الشرعية وأن هنالك دعم للشرعية وعلى الشرعية أن ترتقي إلى مستوى هذا الإجماع وهذا الدعم. نعم. سواء على مستوى التحالف العربي أو على مستوى الدول العربية بالإجماع أو على المستوى العالمي بالإجماع. نعم، إذا دكتور عمر اسمح لي أن أنقل نفس السؤال للأستاذ سليمان العقيلي. أستاذ سليمان، هنالك من يقول أن هنالك انقسام حاصل في صفوف التحالف بين رؤية سعودية ورؤية إماراتية، وهي أحد عوامل عدم العودة إلى عدن، ما تعليقك؟ لا، أنا أعتقد أنه هذا الكلام هو اصطياد الماء العكرة، وفي ظل الأوضاع غير المستقرة في اليمن، وأنا على ثقة بالانسجام السعودي الإماراتي، خاصة بعد تشكيل مجلس التنسيق الاستراتيجي بين البلدين. وأنا أتوقع أنه مستقبل التعاون سيزداد وسيتضاعف، لأن من مصلحة البلدين استقرار الوضع اليمني وعودة الحكومة وقيام الدولة، وليس في مصلحة أي من البلدين أن يستمر الوضع الحالي الاستثنائي، ولا في مصلحة البلدين نشوء نزعات انفصالية أو قيام عصابات بالاستيلاء على السلطة أو تقاسمها مع الدولة الشرعية. أنا في يقيني أن البلدين يتوقان إلى حكومة مركزية قوية ومنسجمة مع إقليمها، محققة لتطلعات شعبها. وكل الكلام أو كثير من الكلام الذي يقال في هذا الموضوع هو في الواقع أطروحات من مبالغة فيها وغير صحيحة وغير دقيقة. بالتأكيد أن الرؤية مشتركة في التحالف العربي، وسمعنا منذ الشهر الأول عن تباينات التحالف العربي غير صحيحة، واستمر التحالف العربي الآن لأكثر من عام، وهو يؤدي عمله بانسجام تام، ولم تظهر أي اختلالات لا في العملية العسكرية ولا حتى في الأداء السياسي. وهذا ناتج الحقيقة من الأداء الجماعي، من تجربة الأداء الجماعي لمجلس التعاون الخليجي، وهي تجربة متميزة ومتفردة وعندها فاعلية في جسر القوى بين أعضائها. نعم، إذن أستاذ سليمان، هل سنشهد للتحالف تحركات على الميدان لتأمين المناطق المحررة ومساعدة ومساندة الحكومة اليمنية للعودة؟ أنا في الواقع يعني أنا لست يعني لا أتكهن يعني هنا بضغط سعودي مثلا على الحكومة، لأنه الحكومة السعودية لا تنفر ضيوفها ولا تدليهم ولا توعز لهم بالرحيل، وهذه مسألة حساسة في التقاليد السعودية وفي يعني قيم الفروسية العربية عدا الجانب السياسي في أساسا يعني. وأنا لذلك الأمر في الواقع متروك لقرار الرئيس، ونحن كمراقبين في الواقع تابعنا الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو في الواقع شخصية سياسية متماسكة وقوية، وأظهر قدرة على الجلد وعلى مواجهة التكتيكات. نعم. شكرا. السياسية من الحوثيين. نعم. ومن غير الحوثيين. نعم، إذا أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض. نعود إليك دكتور عمر، ودعنا نتحدث عن الملف الاقتصادي بالذات اليمني الذي يشهد انهيار الآن. كيف الحكومة أن تدير هذه الملفات وخاصة الملف الحكومي من خارج البلاد؟ أولا فيما يتعلق بهذا الملف، هنالك انتهاك لقوانين العملة في اليمن من خلال البنك المركزي ومن خلال سيطرة الحوثيين على البنك. نعم. المركزي، لقد صرفوا ما يزيد عن 4 مليار دولار خلال سنة واحدة تحت بند الحرب، وكشفوا العملة، كشف العملة بالمعنى الدقيق للكلمة. نحن الآن أمام مشكلة كبيرة جدا، لأن الانهيار المالي سيعني تماما انهيار الاقتصاد الكلي وانهيار الاقتصاد الجزئي،
وتبعا لذلك فإن هنالك تدابير تتخذ الآن من قبل حكومة الشرعية وخاصة من قبل الأستاذ منصر القعيطي وزير المالية الذي قدم عديد من المقترحات المبادرات كما علمت جيدا تتعلق بمحاولة تحرير البنك المركزي من ربقة الصراع القائم من جهة واعتماد المكانة الدولية للبنك المركزي من خلال روشتات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتنمية واحترام قوانين العملة اليمنية. نعم. لكن الذي يحصل الآن عمليا أن هذه القوانين تخترق من قبل الحوثيين، إنهم يسحبون الأرصدة ويوزعونها ويتصرفون فيها بطريقة عشوائية وبطريقة اعتباطية استنسابية. نعم. وهذا في نهاية المطاف يؤثر على المركز المالي للدولة ويؤثر أيضا على ميزان العملة في البلد. دكتور عمر عفد على المقاطعة، ولكن لم يتبقى لدينا وقت، في أقل من دقيقة ما الذي تحتاجه الحكومة حتى تعود؟ لا أدري ما الذي تحتاجه، قرار سياسي هذا كل ما في الأمر باختصار شديد. الطرق سالكة والخيارات كثيرة والبدائل واسعة، المهم أنهم يتخذوا قرار سياسي بالعودة، هذا أجدى، ولقد آن الأوان لهذا الفعل الآن وليس في أي وقت آخر. نعم، إذن دكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. بالأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الكويت دكتورة نهال العولقي وزير الشؤون القانونية، ومن الشارقة دكتور عمر عبد العزيز كاتب ومحلل سياسي يمني، ومن السعودية سليمان العقيلي كاتب ومحلل سعودي. وبالأخير مشاهدينا الكرام، الشكر لكم، وهذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي محمد القاسم. شكرا، إلى اللقاء.